أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معشر الإخوة والأخوات، مع سلسلة جديدة بعون الله تحت عنوان تذكرة الحجاج والمعتمرين، الحلقة الأولى مركزية وأهمية الحج والعمرة في الإسلام. المقصود من هذه السلسلة هو مواكبة الحجاج والمعتمرين بما تيسر من الإرشادات والتوجيهات حتى يؤدوا مناسكهم كما يحب الله ورسوله. لن أدخل في تفاصيل المناسك، لأن ذلك وظيفة العلماء والمرشدين والمرشدات الذين يكونون الحجاج والمعتمرين قبل السفر ويرافقونهم ويوجهونهم أثناء أدائها، وإنما سأقتصر على توجيهات عامة في هذه الحلقة. كما ذكرت، إشارة إلى مركزية وأهمية الحج والعمرة في الإسلام. كما تعرفون معشر المؤمنين والمؤمنات، فإن الله جل وعلا تعبدنا بعبادات مختلفة ومتعددة لا حصر لها، وتقع قواعد الإسلام الخمس: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج في مركزها وفي صلبها. والحج والعمرة في صلب مركز المركز إن صح التعبير. ولعلكم تعرفون أن الكعبة المشرفة أول من بناها هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام على القول المشهور، وأنه عندما وقع طوفان نوح عليه السلام تهدمت أو رفعت على خلاف بين العلماء. فلما جاء عهد أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام أمر بأن يبنيها من جديد، وقد ألهمه الله تعالى وولده أن يبنيها على الأسس الأصلية التي كانت عليها منذ بنيت، منذ وجدت. والله تعالى وصف بتفصيل عمل إبراهيم وابنه إسماعيل الذي كان يساعده في هذا العمل. يقول عز من قائل في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآيات. ومن المعلوم أنه لما ارتفع البناء وقف إبراهيم عليه السلام على صخرة، وشاءت إرادة الله تعالى أن تطبع فيها قدمه، يعني معجزة عظيمة أن الله تعالى لين صلابة تلك الصخرة فطبعت عليها رجل إبراهيم عليه السلام،
ولا زالت شاهدة على ذلك إلى يومنا هذا، ونحن لا نشك فيما قاله القرآن الكريم وفيما قضاه الله تعالى وقدره، ولكننا نركز على هذه المعجزة أمام كثير من الماديين الذين ابتلينا بهم في عصرنا هذا، فبحثوا عن الدلائل المادية المحسوسة، وهذه هي، وتلك الصخرة هي مقام إبراهيم الذي لا زال شاهدا على هذا التاريخ العطر. وأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن، أن ينادي بالناس ليحجوا بيت الله، وقد توقف إبراهيم عليه السلام قبل أن ينفذ، فقال ما معناه يا ربي؟ أين يبلغ ندائي ومن يسمعه؟ فقال له ربه جل وعلا: أنت عليك النداء وعلينا البلاغ. فوقف إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس الذي كان مكانا مرتفعا، فنادى فقال: أيها الناس، إن ربكم بنى لكم بيتا وأمركم أن تحجوه. فبارك الله تعالى في ندائه، فسمعه كل نسمة قبل أن تخلق، فمن لبى حج، ومن لم يلبي لم يحج. هذا شيء مهم جدا، فيه إشارة إلى أن الإنسان الذي تيسرت له وسائل الحج والعمرة فذلك اختيار من الله سبحانه وتعالى. وقد خلد الله تعالى هذا النداء في كتابه العزيز من سورة الحج، قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق الآيات. وهو نداء كما هو مسجل في القرآن الكريم، فهو مسجل أيضا في الكتب السماوية التي سبقته. ولذلك فمنذ الأزل والناس يحجون هذا البيت. وسبحان الله، من معالم ذلك الصلاة خلف المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام. وهذا له قصة، أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة له اقترب منه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فقال له: يا نبي الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فشرعت ركعتان خلف هذا المقام لمن تيسر له ذلك، وفي أي مكان بالمسجد لمن لم يجد خلف المقام فسحة. وذلك من موافقات عمر رضي الله عنه أرضاه كما ذكرت. فيا معشر من عقد النية لأداء مناسك الحج والعمرة هذه السنة، اذهب رحمك الله بهذه النية،
وأحضرها في قلبك ورددها في عقلك، وأنت تردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعليكم عباد الله من الحجاج والمعتمرين أن تحمدوا الله تعالى على الاصطفاء، وأن الله تعالى اختاركم فلبيتم وأجبتم واستجبتم، وكونوا رحمكم الله على مستوى اختيار الله لكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أقول الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم وهو الحي، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.